الناس كي دايرين لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا في هذا لا فيديو. اليوم تحت الطلب ديال واحد البنت اللي هي من العائله، سولتني على الوصفه ديال الكلف، وان شاء الله جي نشارك معها الوصفه اللي كانت جربتها على ماما وعطاتها النتيجه، وبغيت نشاركها معكم البنات باش تستافدوا كاملين. هذه الوصفه ماشي غير للبنات اللي فيهم الكلف، حتى اللي فيهم التصبغات اللي في الوجه، دوك ديطاج ديال الحبوب كتنفع، وفيها ثلاثه المكونات يعني ساهله، ما غاديش تخسري فلوس من يعني كاين هاد المكونات كاين في الدار. دونك بالنسبه لما نطول عليكم الفيديو غندخل نيشان ناخذ الكركم والخرقوم، ها هو طبيعي، وغناخذ الحامض سيترون، وغادي ناخذ العسل. مكون مهم في هاد الشيء هو العسل، العسل يكون العسل الحر ماشي كيف قلت لكم. ناخذ العسل هاهو، وغناخدو واحد تقريبا نص معلقه ديال العسل، وغادي ناخدو هاد بحال حتى شهاد العسل راه ديال الحر كيكون شويه خاطر، وغادي ناخدو معاه حامض. ها هو ديجا انا عندي الحامض مقطع، نصرو شويه الحامض هكا. البنات لي لابو ديالهم سنسيبل ايفيتيو الحامض، ميديروش. انا دابا ندير الحامض شويه باش لي هذاك العسل باش يجرى. غتقولوا لي بالنسبه اللي عندهم لابو سنسيبل باش نعوضوا الحامض باش نقدروا نعوضوا، تعوضوا بالبيض، خذوا غير صفر ديال البيضه، واللي لابو ديالها عاديه دير البيضه كامله. صافي البنات نخلطو هكا، وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم، تقريبا نص معلقه، كل مقدار تاخذوا من نص معلقه، ها هي تقريبا نص معلقه، وغادي نخلط ها نتوما البنات باش يجيكم الخليط كريمي، يعني ما يكون عاقد ما يكون جاري. شفتوا بحال هكا، هذه راه كافيه للوجه هذه الوصفه. شوف نص نص من حاجه راه كافيه. الحامض خديت تقريبا غير شويه، ما خديتش بزاف، هذه راه نص حامضه ولكن خديت منها غير شويه. فوالا صافي البنات، شوفوا هذاك الشيء ما بقاش بحال هكا، ما بقاوش دوك الحبيبات. خلطوا بحال هكا. هاد الوصفه راه كنت كنجربها لماما تقريبا جوج مرات ثلاث مرات في السيمانه، راه كتعطي النتيجه، واصلا فيها مكونات طبيعيه، انا ما فادوكم ما يضروكم، ما كاينش من احسن من المواد الطبيعيه. ها نتوما البنات تاخذوا بحال هكا وتابليكيو. فوالا البنات شفتوا، واخا نخلي راه ما درتش مزيان، ما خلطتش الخلطه مزيان، ولكن ها نتوما البنات بحال هكا، وعلى حسب عاوتاني الخرقوم. انا هذا الخرقوم طاحنا في الدار ما طاحناش مزيان، خصو يكون ملين مغربل مزيان، ما يبقاوش فيه هاد الحبيبات. صافي وكنابليكيو على وجهنا، شفتوا خليوها تقريبا مده ديال 15 حتى 30 دقيقه حتى تشوفوها كرمات في لابو ديالكم شربات. وعرفتوا المنافع اللي كاينه في الخرقوم راه لا تعد ولا تحصى، هي والعسل، العسل حتى هو راه عنده منافع كثير وبزاف، خصوصا الا كان الحر. البنات الحر كنوصيكم احسن اللي يكون الحر، حتى الدغموس الدغموس راه مزيان. صافي البنات كنخليوها واحد 15 دقيقه حتى 30 دقيقه، ونديروها تقريبا جوج مرات حتى مره في السيمانه، ونتبعوها راه غادي تعطيكم النتيجه. وشاركوا هذه الوصفه مع البنات اللي كتعرفوا، بارطاجيو وديروا جيم ولايك وكومونتير، كنبغيكم بزاف وتهلاو في راسكم.